السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء ولا في هذه الدورة التكوينية حول برنامج العملاق فوتوشوب. دونك غنبداو بأول حصة إن شاء الله مع السي حميد والحيان اللي يقدم لنا هذا اللوجيسيال ويعطينا واحد الفكره. بلا شك هذا اللوجيسيال اللي هو غني على التعريف، دونك كلشي كيعرف فوتوشوب ولاش كيصلح، ولكن نحاولوا في انطلاقه من هذه الدوره نحاولوا نتعرفوا عليه وعلى الخصائص وعلى الاشياء اللي كيقدمها لنا هذا اللوجيسيال ان شاء الله. خلاص، الدوره التكوينيه كتدخل في اطار الدورات التكوينيه اللي كنديروا منذ بدايه الحجر وهذا الظروف اللي كنعيشه حاليا. دونك بدينا الدورات كل يوم اسبوع، كل يوم ثلاثاء على الساعه الثانيه بعد الزوال كنديروا تكوين حول موضوع معين. وجات الفرصه باش نديروا حول فوتوشوب بطبيعه الحال اللي طال الانتظار ديال هذا اللوجيسيال. دونك كنا باغيين نديروها من شحال هذه، عاد جات عاد كتاب نديروها دابا ان شاء الله. دونك نخليكم مع السي الحسن بن العبيد والسي حميد والحيان، مشكورين وبسم الله ينطلق اللقاء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. إذن في إطار التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرامية إلى ضمان استمرارية البيداغوجية وتعزيزا لمدخل تكوين السيدات والسادة الأساتذة ومختبر الفاعلين التربويين، ينظم كالعادة المركز الإقليمي لمنظومة إعلام بالمديرية لقاء تزامنيا تكوينيا حول موضوع الفوتوشوب. إذن لتقديم هذه الورشة معنا يعني الأستاذ السي حميد والحيان اللي غيدير لنا اليوم يعني الورشة رقم واحد، في انتظار إن شاء الله تكون عندنا ورشة ثانية إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إذن فليتفضل، مشكورا السي حميد. تفضل السي حميد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم السي حميد، وشكرا على روح المبادره والله يجازيك بخير. تفضل السي حميد. العفو السي الدري، هذا واجب. اذا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد، تحيه طيبه وتربويه لجميع الاطر الاستاذات والاساتذه الحاضرين معنا في هذه الحصه التكوينيه. سيتشرف حقيقة يعني أنني أكون من بين المساهمين في هذه الدورات. الشكر خاص من خلال يعني الأساتذة، أشكر السي الدهري على المجهودات التي يقوم بها في إنجاح هذه المحطة، ومع السي الحسن كذلك الأستاذ ديانا القدير، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم جميعا. إذن كما جاء في الإعلان فأنتم إن شاء الله تعالى اليوم مع حصة في التعرف على واحد البرنامج من بين كما سمى السي الدري عملاق برامج إنتاج وتعديل الصور، برنامج الفوتوشوب اللي هو كما تعلمون فهو من إنتاج شركة أدوبي، ومن بين أشهر البرامج لتحرير الرسومات وتعديل الصور الرقمية وأقواها. يعني كيفاش نعرفوا ان فيشي ديال الفوتوشوب؟ يعني عنده واحد كما الوورد، عنده الاكستنسيون، عنده مثلا وورد، ولا مثلا ناخذوا الاكسل تكون فيها اكس ال اس في الاخر. بالنسبه للفيشي ديال لي دوكيمون ديال الفوتوشوب تكون عندهم واحد الاكستنسيون بي اس دي، يعني باش نعرفوا انه ديال الفوتوشوب. هذا البرنامج يمكننا من إنشاء تصاميم بصرية متنوعة من خلال دمج الصور، دمج النصوص وغيرها من العناصر في تصميم واحد. إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا العملية كيفاش تتم. كذلك يمكننا من تعديل الصور من خلال ما تغيير الألوان أو الإضاءة أو التباين الكونتراست إلى آخره، يعني وإضافة مجموعة من الفلترات لتغيير الصور.
كذلك يمكننا من تلاعب الصور والتصاميم إما بإزالة عناصر منها أو إدخال عناصر أخرى غير موجودة بالملف الأصلي. وكذلك يمكننا يعني لي فيرسيون اللي هما يعني هو في الأول يعني عنده إمكانية ديال تصميم المواقع الإلكترونية بالنسبة للناس اللي عندهم يعني رغبة في هذا المجال، يعني تصميم تيعطينا واحد الإمكانية خصوصا لي فيرسيون الأخرانيين بحال 2019 من بين أقوى البرامج الخاصة في تصميم المواقع. إذا إن شاء الله تعالى كما بعد هذا التقديم العام حول هذا البرنامج، كان كما مطروح في صندوق التوصيف ديال الجروب ديال هذه الدورة، كان تحطوا جوج ديال لي فيرسيون، واحد 2019 وواحد لا فيرسيون سي اس 6. مهم اللي مراعاة يعني قلنا احنا هذا 2019 باش يتانستال خص لابد يكون عندك ويندوز 10، وخص يكون عندك واحد البي سي او نيفو ديال البروسيسور ديالو الرام تيكون شويه طالعين. حنا يعني قلنا نخدمو ب سي اس 6 على اساس ان يكون عندنا يعني امكانيه الاخوان يعني يتعامل البي سي ديالهم بشكل عادي مع يعني الحجم ديال لو طرافاي اللي سيكون او سان ديال هذا لو بروغرام والامكانيات التقنيه التي يتطلبها. دونك نبارطاجي معكم سميتو سي حميد. نعم سيدي حسن، غير الاشاره بالنسبه للرابط ديال البرنامجين بجوج، يعني راه تلقاهم يعني في المجموعه، يعني اللي بغيتي اللي شارجيهم وبدا يخدم ولا شي حاجه، المهم راهم كاينين بلي فيرسيون بجوج. تفضل سي حميد. دونك نبارطاجيو هاد سي بيان. اذا كما انتم يعني امامكم عندنا الانترفاس ديال برنامج فوتوشوب فيرسيون سي اس 6. بالنسبه للاخوان اللي عندهم 2019 عندكم واحد الشاشه قدامكم غادي تكون فيها يعني المهم نعطيكم التوصيف ديال الناس اللي عندهم دابا فاتحين 2019، اما اللي عندهم سي اس 6 هما كبحالي راه تيشوفوا داك الشيء قدام. بالنسبه للاخوان الاخوات اللي عندهم 2019 غادي تلقاو واحد لاباغ دو مينيو فوق فيها فيشي اديسيون ايماج كاك ايتترا، وغادي تلقاو في التحت يعني لي ديرني فيشي كو فوزافي يعني طرافاي خدمتو عليهم. واللي ما يلاه انستال اليوم او لا لا راه تلقى بطبيعه الحال ما عمرك فتحتي شي برنامج ماشي عمل بطبيعه الحال تكون خاويه. على الجانب الايسر غادي تلقى جوج ديال الايقونات فيها كري وحده فيها نوفو. اذا بالنسبه اول يعني كيفاش نفتحوا واحد الفيشي ديال البي اس دي ديال فوتوشوب، يعني عندنا في الاس اس 6 تمشيو للفيشي وعندنا نوفو وعندنا اوفرير. بالاخوان اللي عندهم 2019 راه عندك في الاول كري نوفو، كري يعني بطبيعه الحال نوفو دوكيمون، واوفرير اذا كان ديجا عندنا واحد العمل قمنا به او لا تيليشارجيناه. يعني بعض المرات تنلقاو دي تومبليت ديجا يعني مشاريع صايبه يعني تنجيبوهم تنخدموا عليهم، دونك تنخدموا على واحد ديجا عندنا. حنا بما اننا غادي نبداو عمل جديد دونك غادي نديرو نوفو بالنسبه للسي اس 6 اللي كما قدامكم الان. تخرج هاد لابواط دو ديالوغ. بالنسبه للاخوان ديال 2019 غادي تخرج ليكم حتى واحد لابواط دو ديالوغ كبيره، وغادي يكون فيها واحد التوصيف اخر خاص بالانغوجيستري، يعني شي حاجه ريسون غيكون فيها ريسون فيها انغوجيستري، يعني هادو كامل ريسون انغوجيستري سا ديبون لي ديرني طرافو كنا في. حنا غادي نمشيو لشي حاجه اول مره غادي نديروها، غادي تلقاو فوتو تلقاو بالنسبه للاخوان دابا تنهضر مع 2019، يعني غنفوت غير الانترفاس من بعد غادي نخدموك بحال بحال.
تلقاو فوتو، تلقاو امبريسيون، ويب، ايتترا. هادو هما لي كاتيجوري ديال الانواع ديال لي فيشي اللي تنستعمل. فوتو بحال مثلا تصايب وحده فوتو بور بوبليي في الويب، يعني ديرها تصايبها تلونسيها في الفيسبوك ايتترا. بالنسبه للامبريسيون، حنا كرجال التعليم بطبيعه الحال تنتعاملوا مع الاوراق كثيرا، تنطبعوا بزاف، وتن يعني تن 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 كرياو دي دوكيمون بزاف. والنموذج ان شاء الله تعالى نخدموا عليه في الاخر هو نموذج ديال واحد مثلا وثائق التربويه اللي تنحتاجو، يعني ديزاين اي واحد في الاول ديال البدايه ديال السنه تنلقاو ان مجموعه من المواقع التربويه تتعطينا واحد مجموعه ديال الوثائق صايبه بواحد الشكل معين، قدر ما تعجبك الشكل ولكن الالوان ما تعجبوكش، او لي موتيف اللي دار كذلك لاغيغ بلون قدر ما تعجبكش، شي اضافات قدر يكون داير فيها سميتو تحت انت ما خصش تكون سميت السيد او الموقع الى اخره. اذا هاد الامور كاملين حنا غادي نتعلمو كيفاش نصايبو حتى حنا دي دوكيمون ديالنا اوريجينال ديالنا، شي حاجة دوكيمون اوريجينال ديالنا خاص بينا. و كل عام نبدل اللون، نقدر نبدل الخلفية، نبدل لي موتيف اللي فيه، وكل عام تندخل بوثائق جدادين. يعني من في الاخر سأستقل عن مواقع اخرى اللي تتمدني بهذا النوع من الوثائق، وتكون عندي واحد استقلالية. وحنا هذا الشيء اللي بغينا، يعني يكون واحد التطور على المستوى الشخصي والمهني، يعني انسان يبدع في المجال ديال العمل ديالو. بالنسبه نكمل هذه العمليه، كما قلت لكم عندنا امبريسيون، حنا عندنا في اس اي 6 عندنا البابيي فورما انترناسيونال. هاد بابي فورما انترناسيونال مثلا نبركوا عليها، هي اللي تعطينا لي فورما A4 A3 اللي طاي عندنا، هما اللي طاي اللي عندنا A4 A6 A5 ايتترا. الاخوان اللي عندهم 2019 غادي يمشيو دابا الامبريسيون، الا كليك على الامبريسيون غادي تجي واحد واحد تشكيله من الوثائق، يعني لي فورما فيها A3 A5، تختار واحد النوعيه من سميتها A4 مثلا، غادي تمشي على اقصى اليمين غادي تلقى لي ديتاي ديال هذاك الفورما. مثلا لو نو، يعني حنا عندنا هو لو نو، عندنا نفس السيس فوق تنكتب الاسم ديالي، وهذا مهم بالنسبه باش ما يتبقاش يتخلطوا ليا لي فيشي تنسميه. عندنا لا تاي في لا لارجور اي لا هوتور، غتلقى بار ديفو بالمليمتر، مثلا بغينا بالسنتيمتر باش تتبان لنا الورقة A4. إلا شديتوها دابا وشديتو المسطرة تلقاها 21 × 29.7، هادو هما لي ديمونسيون ستوندار. عندنا لا ريزوليسيون، يعني الدقة ديال الصورة، وتتمشي 200 انفيرس، يعني شحال ما كبرنا من لي ديمونسيون ديال لو دوكيمون ديالنا، هاديك كبرنا مثلا عندنا مثلا شي رسم أو شي لافتة مثلا كبيرة 4 5 متر 6 متر، إذا بطبيعة الحال الريزوليسيون خص يكون صغيرة لأن الديمونسيون كبير. والعكس كذلك، نصايب مثلا واحد كارت فيزيت، ولا نصايب مثلا واحد A5 ولا شي حاجة اللي هي صغيرة، بالتالي خص تكون الدقة أكبر لأن لي ديمونسيون الأبعاد ديال هذاك الدوكيمون صغيرة، يعني تتمشي أو سونس انفيرس. كاين عندنا لو مود ديال لا كولور ولا مود كولوميتريك، حنا تلقى باغ ديفو تيعطيك ار جي بي، اللي هو واحد لو مود اللي تحتاج اللي تدار يعني به الصور في الويب، تتكون الكولور ديالو فيها هاد الثلاثيه روج ريد جرين بلو، روج فير بلو، هاد ار جي بي. وحنا في الامبريسيون الا غادي تطبعوا مثلا خصكم تخدموا بالسي ام جي ان، هاد النمود اللي تنحتاجوه وكاع لي ماشين دو امبريسيون تيخدموا به، باش تكون واحد الطبيعه تتاخذ جميع المتغيرات الالوان كامله اللي عندك في هذاك الدوكيمون، ما تيكونش واحد الشونجمون في الالوان بواحد الشكل كبير جدا. بالنسبه لصحاب 2019 غادي تلقاو يعني واش تاخذ لوريونطاسيون، واش ديرها فورما بورتري او بيان بيزاج،
هنا غادي تخرج باغ ديفو بورتري، ممكن نقلبوها ماشي مشكل. هذا بالنسبة للعملية ديال فتح عمل جديد، ندير اوكي، تتخرج ليا هاد في ليسباس دو ترافاي ديالي، تتخرج ليا هاد الصورة بهذا الشكل التالي. مزيان، اذا هذا عملية ديال فتح وانشاء عمل جديد كمرحلة اولى. دابا غادي نتعرفوا على هاد الانترفاس اللي عندنا هنا. عندنا لا بار دو مينو فيها فيشي، زوم شوية، عندنا فيشي، عندنا فيشي اديسيون ايماج كالك تكست سيليكسيون فيلتر 3D افيشر. هاد هاد لا بار دو مينو تتعطينا الزونغ ديال الاعمال ولا يعني المجال اللي غادي نمشيو فيه باش نخدمو فيه هذاك الكالك اللي عندنا. مثلا بغيت التكست، اوكي ماشي مشكل. دونك هاد لي زوبيراسيون اللي سندير على الدوكيمون ديالي تناخذهم من هاد العمليه ديال اما ندير روتاسيون ولا ندير واحد ترانسفورماسيون في واحد الفيشي معين الى اخره. لي كالك بطبيعه الحال الانواع اللي كالك غادي نشوفوهم مره اخرى في شي حصه اخرى، يعني الحصه اليوم ما غاديش ناخذ نشوفوا واحد الانواع، ولكن انواع اخرى حتى الحصه الثانيه. بالنسبه لي تاكس كذلك نفس الامر، لي سيليكسيون من كنت نختار واحد. المهم هاد لي زونغ كاملين غادي نشوفوهم في العمليه ديال العمل ديالنا على بعض الصور. هاد لا بار دو مينو، عندنا لا بار دوتي، اون فوا تنضغط على وحده من هاد لي زيكون هذا تنشوف بان عندي هنا واحد توصيف المهمه ديال هذيك لوتي، هذيك الاداه اللي تنستعمل. اذا عندنا هاد لوتي دو بار دوتي، وعندنا في هاد الجهه هادي لي فونيتر اللي تنستعملو. عندنا لا فونيتر ديال لا كولور، عندنا مرتبطه هنا بلي ريغلاج، يعني في هاد لي كالك ديالنا في الستيل حتى هما ديال لي كالك اللي تنخدمو عليهم الى اخره. عندنا هاد مشهوره النافذه المشهوره هادي، عندنا النافذه ديال لي كالك اللي تنخدمو عليها بشكل كبير جدا، وهي اللي تتعطينا يعني العمليات ديال المراحل ديال العمل اللي تنقومو به. في ممكن نحيدو شي الحاجه اللي بغينا نماسكيو شي حاجه ايتترا. وعندنا اللي في نتخادو نفس كان الهيستوريك، يعني هنا العمليات تيخزن ليا المراحل ديال العمل ديالي، نقدر مثلا نرجع لشي مرحله ونحيد المراحل الاخرى اللي قمت بهم. عندنا لي بروبريتي هنا، فحال مثلا خديت شي كارك معين تلقى الخاصيات ديالو هنا. هنا عندنا ديال الفرشات فحال الا اختاريتهم انتم غادي يبانو هما هنا، هادو لي تيب ديالهم، وتنخدم على النوعيه ديال لي فرشات اللي تناخذ. عندي نفس الامر انا بالنسبه لفرشات، يعني الحده ديالها والشكل ديالها نفس الامر مرتبط بالفرشات. عندي هنا خاصه بالخط للتكست، وهاد العمليات كاملين من تنجيبهم من هاد في لابار دوتي، تناخذ فونيتر تناخذ كاع لي فونيتر اللي محتاج، خاصه بالرياض باراغراف راح ندخلناه. هي هادي باراغراف، هي هادي اللي بغيتو باش تعرفوها، هي باراغراف هي هادي، وتكون معاها الكاركتر اللي فيها مثلا الفونت ديال الخط، يعني الحد، يعني اللارجور ديالو الى اخره، لا كولور ديالو ايتترا. اذا هذا على العموم الانترفاس ديال الفوتوشوب بهذا الشكل. هذا كاين شي دي فنيت اخرين خلينا ما عندنا ما ندير بهم ما ظهرناهمش، كاين مثلا ديال المونتاج الخاصه بالفيديو ايتترا، وحنا ما غاديش نبينو لان ما عندناش هاد الساعه ما نديرو بهم. اذا نمشيو دابا لا بار دوتي اللي هي من بين ادوات المهمه جدا، وانا تنوصفها بحال واحد المحل ديال بائع العقاقير، مثلا دروغري، يعني فيه مجموعه. مثلا تدخل عند المحل ديال دروغري تلقى واحد
واحد كمية كبيرة من أدوات خاصة بلا بلومبري، هذه خاصة بالإلكتريسيتي، هذه خاصة بالكونستريكسيون، هذه خاصة يعني السيبارة، يعني واحد الزخم كبير جدا من أدوات. طبيعة الحال انت ما تمشي ما غاديش تاخذ كل شيء، تاخذ داكشي اللي انت باغي، ولكن حنا نتعرفوا في الفوتوشوب على اهم هاد الادوات، وكان شي ادوات اللي قدر مثلا تمر عليك 10 سنين 15 ولا 20 عام وما عمرك تستعملهم، او لا قدر كاع حياتك كامله ما تستعملهمش، يعني حسب العمل ديالنا شنو بغينا منه. اذا النوتي الاولى تتسمى افون بعدا، الا شفتوا في هاد لا بار دوتي تلقاوها مفرقه، عندنا هاد لا بارتي فيها 2 4 6 هما. اذا عندنا هاد لوتي هادي فيها 6 هنا، هادو تتسمى لي زوتي دو ديبلاسمون اي دو سيليكسيون. عندنا هاد الكاتيجوري الثانيه تتسمى لي زوتي دو ديسان، تعرفوا على كل وحده ان شاء الله تعالى. وهنا عندنا لي زوتي فيكتوريال، يعني تصميم فيكتوريال. وهنا عندنا لا لوب، وهنا حتى واحد لوتي دو ديبلاسمون، وهنا شونجمون دو كولور، وهنا حتى الترافاي ديالنا ممكن نديروه فول سكرين ولا هذا فحال الا بغينا. اذا قلت هاد من بعد ما تعرفنا لي كاتيجوري ديال لي زوتي، دونك غادي نمشيو نشوفو كل تيب شنو هذا تتسمى اوتي دو ديبلاسمون. مثلا غادي نجيب واحد الصوره، دونك باش نجيب واحد الصوره تندير فيشي اوكي، وغادي ندير امبورتي. بالنسبه اللي عندهم 2019 راه عندهم امبورتي اي انكوربوري، عندهم تحت منها امبورتي اي لي، غادي يردو نتوما غا امبورتي اي انكوربوري. حنا غنديرو امبورتي، غادي ناخد مثلا واحد الصوره معينه هكا دوبل كليك بوغ لو ريديمونسيوني، وانا حصلت على الصوره، انا امبورتيت واحد الصوره لهذاك الفيشي اللي غادي نخدم عليه. اذا لوتي دو ديبلاسمون فاش تنفع هاي، اذا تنحرك الصوره ديالي كما اشاء، دي ان جي باك كما بغيت، هذه تتسمى اوتي دو ديبلاسمون. نمشيو دابا لوتي دو سيليكسيون، هادي تتسمى اوتي دو سيليكسيون، وغادي تلقاو في الجنب دائما واحد بيتي تريونغل تحت، هذا كذا كاين بوطون دروا تيعطينا واحد نقولوا مثلا سو منو واحد، اولا دي زوتي سيكوندير وحدين اخرين تيعطيهم لنا، يعني مثلا بغيت ندير لا سيليكسيون بإليبس ولا دائريه اولا ريكتونغل. دونك مثلا غادي ناخد بحال هذا الشكل هكذا، انا درت هذا الريكتونغل تفهمنا. اذا هنا مثلا ممكن نسوبريمي هاد لا بارتي، ممكن لي هنا مثلا خصني افون يكون هاد لو دوكيمون بيكسيليزي، دونك نديرو بعدا بيكسيليزي لو فيشيي. من بعد مثلا بغيت لا بارتي لي سيليكسيوني ممكن نحيدها، ها هي شفتو دائريه مثلا، درت شي اوبيراسيون ما عجبتنيش، دونك تنمشي لاديسيون تن انولي هذيك لوبيراسيون، الي فيغ لاريير تن انولي لي زوبيراسيون لي درت. اذا مثلا غادي ندير سيليكسيون ديال هادي، غادي نحيدها، ها انت عطاتني هاد العمليه. بغيت ندير غومبليساج، غادي ناخد بو دو بانتور مثلا، او افون بعدا ندير لا سيليكسيون، ها هي، وناخد بو دو بانتور، ناخد لا كولور لي بغيت من هنا احمر مثلا، انا حطيت انا عفوا نقطع دي
بلاصيت دونك تحيدات دونك ندير دي سيليكسيون باش نتحكم في هذاك الرسم اللي درت. مثلا ناخذ ريكتونغل مثلا هنا البارتي مثلا هذه كامله ندير برو دو بانتور بهذا الشكل هذا. اذا انا درت تن جو رومبلي هذاك ليسباس لا كولور اللي بغيت اولا تنحيدو بالشكل اللي شفتو قبيله. هذا العمليه ديال لا سيليكسيون ب دونك نحيد دي زوبيراسيون يلا غير دير كونترول زد بالنسبه ترجع كاملين. كاين واحد لوبيراسيون ديال ليستوريك نجبدوها من هنا مثلا ايستوريك هي كيعطيني كاع لي زوبيراسيون اللي درت نقدر نرجع الاولانيه ديالي شتي نرجع الاولانيه ديالي فين كنت. هذا بالنسبه للدوتي. كاين لاسو يسمى بلاسو دوتي لاسو تانا تنكري هذا ليبر يعني تناخد الشكل اللي بغيت. ها انا تنحرك كما بغيت تندير جو فير وتمكن نسيبريمي مثلا هذاك العمل اللي درت كارك اللي اولا ندير كري كذا نفس لوبيراسيون كبحال الاخر ونغومبلي باغ واحد لاكولور معينه. هذا اوتي لاسو ليبر. عندنا اوتي اللي هو لاسو بوليغون تيمشي تعطيك اشكال مضلعات مثلا تمشي هكا او واحد مثلا هكا 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 مثلا مضلعه. نفس العمليه بغيت ندير مثلا نشونجي لا كولور نعطيه واحد لون اخر بهذا الشكل. هذا كاين لوتي اللي هو زوين بزاف هو الاوتي لاسو مانيتيك. دابا نشوفوه في العمليه ديالو. غادي نزومي شويه على الصوره وغادي نشوفو هاد لوتي لاسو كيفاش تيعمل. حنا غادي نحاول نمشي دونك تنكليكي ان بوان هنا الى رديتو البان شوف هذا الى مشيت غادي دونك ندير سوبريمي باش يمشي ليا مع الشكل ديالي. انا غادي عاف جنب الشكل هو تيسيليكسيوني. انا غادي هو تيسيليكسيوني الراس يعني ما كاينش واحد تمارة بزاف كيما حنا نقولو مثلا في عملية ديال حنا غادي نحيدو لي غير الراس مثلا بهذا الشكل هكا الى اخره حتى تنوصل لبوان دو ديباغ تتولي ليا واحد هاي واحد النقيطة هنا تتولي واحد الساق بتي ساق دونك بأننا جي فيني لا سيليكسيون. هنا دابا تندير اللي بغيت نمشي لأوتي دو ديبلاسمون نحيدو بهذا الشكل مثلا. وهاد العملية تنديروها في صور تيكون عندنا في مجموعة من الأشخاص يقدر بغيت نعزل غير واحد الشخص معين. إذا تمشي تنسيليكسيون هذاك أولا أشياء معينة دي زوبجي هكذا تنمشي تنسيليكسيون هذاك لوبجي اللي بغيت وتنعزلو على الآخرين. يمكن لي نخليك هكذاك يعني ديبلاسي نحيدو توتالمون من هنا نحيدو توتالمون من هذيك الصورة بهذا الشكل هكذا. أولا من درت هاد العملية ديال لاسيليكسيون تنجي لهنا وتندير كالك زي تنجي لهنا تندير كالك ها هو ولا فهاد لابارتي يعني كبحال تكريا لي واحد اخر. حد درنا العملية قبل ديسيليكسيوني ندير واحد ليسيد غيريا بسرعة مثلا نديروها على العوينة مثلا هكا. في هاد لابارتي هنا غادي ندير كالك وتيعطيني هاد لا سيليكسيون اللي درت. يمكن لي دابا نحركها عشان المشكل ديالو ايفيت لكن متنساش خاصها دي سيليكسيوني مو
من بعد ما درنا لا سيليكسيون تنكريي واحد كارت كارت صافي واحد عرفت المشكل اللي عطاه ولكن تيعطي داك لاي كوبي كولي سي حميد تكريي فكرك جديد هي لا كوبي كولي كونترول سي كونترول في هو بهذا يعني سميتو هذه العمليه بهذا الشكل يعني تيعطينا لا كرياسيون رابيد ديال الكالك ديال الكالك ما عرفتش انا علاش ما عطاش هذه العمليه ما عطاتش المهم ماشي اش عندما نشوفوها في عمل اخر مثلا اقل يعني كومبليكي من هذا بالنسبه لهاد لوتي دو سيليكسيون اخرين حنا مازال في لا كاتيجوري ديال لي زوتي عندنا اوتيل سيليكسيون رابيد بعد مره تنبغي ناخذ لا سيليكسيون بطريقه سريعه جدا تعطيها لي الامكانيه الفوتوشوب هاد العمليه تتم عن طريق يعني اختيار هذا ليكون هذا وعندنا هنا التوصيف ديال هاد العمليه اما باش زياده ديال محيط الاختيار اولا نقص منه مثلا غادي ناخذوا هاد دونك اون اجوت واحد لا سيليكسيون فهاد المربع هذا ديكسيون يعني ديجا عندي سميتو لان لو تي سيليكسيون نجيب واحد الصوره مثلا اوبريل مثلا نص هذا مثلا غادي ناخذ هاد مثلا التصويره هي دار دي سيليكسيون رابيد نوفا تنكليكي تندير لا سيليكسيون رابيد بهذا الشكل اللي شفتو كني نزيد هادي تتسمى سيليكسيون رابيد تنقص مثلا واحد لابارتي ها هو ما بغيتش سيليكسيون هذيك لابارتي تنقصها نعطيو واحد نموذج اخر العمليه ديال لاسو زيدو احنا غادي نسيليكسيون بلوس مزيان كالك لان راه كاين بزاف ديال دي حيت ماشي كاين غا تراجي واحد اولا مثلا عمليه اوبيراسيون تتم في الفوتوشوب بطريقه واحده يعني كاين دي راكورسي كاين دي دوتر يعني راك يعني طرقان تدوز لهم باش تخدم نوفو كالك باغ كوبي نوفو كالك باغ كوبي راه في نوفو الفوق اييه كالك باغ كوبي باغ كوبي ولا كونترول جي صافي هو عطا هو عطا سي بيان لا كونترول جي كاين الراكورسي كونترول جي دونك هو عطا دونك هو هاد دونك ندير اوتي دو ديبلاسمون دابا واحد الكاك هو تكري هاو واحد اخر رسمنا يعني قمنا ب يعني حاطت هاد سميت الرسم ثم يعني قمنا ب كوم دوبليكي يعني درناه ممكن مثلا تنخدم انا على واحد الرسم مثلا نقدر ندوبليكي هذه بليزيور فوا بكونترول جي كونترول جي الا شفتو شحال ديال لي كالك تي تي تي, تي تكريا وتنديبلاسيهم بطبيعه الحال يكفي انني نختار غا سميتو تندير واحد البيزاج مثلا معين مثلا بغيت نكري واحد الصوره بحال تشوفوا في مثلا في لي ناب ولا في الخلفيات تلقى واحد الموتيف تي تتعاود بليزيور فوا راه هذه هي لا ميثود ديالو كيف كي تتم اذا نسيبريمي هادشي اذا احنا تعرفنا على هاد لوتي ديال لوتي دو سيليكسيون رابيد و لوتي باغيت ماجيك احنا شفنا لوتي باغيت ماجيك هي اللي نتعرفوا عليها نفس الامر يعني اون فوا نكليكي بحال هكذا هي تت سيليكسيوني واحد لابارتي معينه ماشي كبحال الاخرى يعني هاد لابارتي باش نزيد نكمل سيليكسيون خصني نبقى برك على شيفت وانا غادي تنزيد هادي فيش فاش تنستعملوها نوريكم الطريقه فين تنستعملها بواحد الشكل كبير مثلا ناخذ هذا الصوره هادي مثلا ديال 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 لوتي تيعطيني واحد الاختيار دقيق جدا ماشي كبحال الاخر يعني تنوصل
هاد لابارتي مثلا تياخد هذيك واحد الدقيقه. الا مشينا لهاد لوتي دو سيليكسيون رابيد خصنا نقص بعدا من السايز ديالها، عندنا واحد لابيسور ديالها ولا ديورتي كذلك، تيكون فيها اشكال ديال لا سيليكسيون. إلى آخر. إذن العملية تتم بنفس الطريقة. إذن زومي نمشي ودابا لغو كادغاج. هاد لغو كادغاج هو عندنا واحد الإطار تم رسمه، يمكن نغو كادغي الصورة، يمكن واحد لابارتي معينة نقدر ناخدو غير النافذة بهذا الشكل فقط، هي اللي ناخدو تندير بهذا الشكل تناخد لا سيليكسيون اللي بغيت الى اخره. المهم لا بارتي اللي بغيت اونكادريها كما بغيت، دوبل كليك مثلا حتى هي اولا اونطري تتعطيني، اولا ديك لا سيليكسيون اللي درت قبيله تتعطيني هذا الشكل اللي بغيت انا، وتنانيلي إذا بغيت نرجع للفيشي الأصلي ولا ليطاب اللي كانت قبل. بالنسبة لهاد لغو كادغاج ممكن شي نحيدوه، كاين واحد لوتي عاوتاني هنا أوتيل دو ترونش. الأوتيل دو ترونش هي اللي تنستعملو في لاكرياسيون ويب، مثلا تنبقى مثلا تنكليكي و تنزيد لي بغيت، مثلا غادي دونك ان لي طاب، مثلا بغيت مثلا يكون عندي واحد لابارتي هنا هي ديال الاخبار تيدوزو، مثلا عندي هاد لابارتي غادي تعطيني اللوغو، نزيد اللوغو هنا مثلا لوغو اسم توصيف ديال الموقع. نقدر مثلا هنا باغ دو مونو ديالي نزيد هنا لي كاتيجوري او لي ديرني ارتيكل، مثلا هنا ندير مثلا لانونس، الى هنا مثلا تنزيد هذيك الاخبار تدوز مثلا او المقالات الى اخره. توصيف هنا مثلا ندير اعلان، هنا مثلا توصيف ديال سميتو ديال الموقع، البريد الالكتروني الى اخره. يعني انا تنكري الموقع ديالي بواحد الشكل اللي بغيت انا، وتنغومبلي داك الشيء بالصورات يعني اللي تنحتاج او الالوان الى اخره. لان هذه عمليه تتم بهذا الشكل هذا. دونك إذن العملية ديال هاد اللاصو بهذا الشكل تمشي لابيبيت. لابيبيت دونك غنمشيو للكالك ديال الكولور. شوفوا معايا دابا الا كليكيت على لابيبيت راكم عارفين لابيبيت. لابيبيت تنستعملوها في المختبرات لاخذ العينات، يعني مثلا واحد السائل معين تناخذو نفس الامر، حنا تناخذو لا كولور حطيتها مثلا على الخضر هكذا شوفوا ها هو الخضر، ولا مثلا كسليكسيون الاحمر تياخذ هذا اللون. خديت شويه لا بارتي هنا هو شوفوا هذا السيركل هذا تعطينا بوزيسيون ديال لا كولور. كليكيت هنا تعطيني الارياق بلون معايا الزرقاء، تقول ها هو لا كولور. وهنا لا كولور عنده واحد ارقام، هاد الارقام هادو ما هادو يعني باش يكون عندي واحد لاغموني في يعني الديزاين ديالي تناخد هاد لاكولور. بغيت مثلا كري انا ناخذ مثلا شي سيليكسيون افتراضا مثلا لونتها بالاخضر، افتراضا بالاخضر هاي فور دو بانت. مشيت انا بغيت يكون بهاد الكولور، دونك تناخد البيبيت تناخد هاد لاكولور ها هو، وتنمشي فور دو بان وتناخدها. فهمتوا؟ اذا هاد لابيبيت تعطيني يعني اختيار الالوان التي اريد. غنمشيو لهاد لوتي دابا ديسان. دابا غادي نطلقوا بهاد البتي سباغادغا اللي عندنا هنا، سي ان اوتي دو كوريكتور. نعطيكم واحد النموذج كيفاش مثلا ناخذ هاد الصوره هذه.
مثلا واحد الصورة ديال لابو، إذا شوفوا معايا مثلا هاد لي بتي بوتون ولا البتي تاكني اللي كاينه هنا، دونك غادي نزيد في لي بيسور شويه. شوفوا معايا دابا شنو غادي دير. دونك اون دوا ديفروي هاد دوبل كليك، الت دوبل كليك بيكسيليزي ولا افون كونفيرتير اون اوبجي ديناميك بوي بيكسيليزي لو كالك. دونك شوفوا معايا دابا لوبيراسيون اللي غادي ندير. تيعالج هذاك اللي عندهم سميتو هذا 19، اللي عندهم 19 رائع جدا، يعني فيه شويه ديال سميتو. دونك غادي نزيد شويه في هذا البيسور كما درت. شوفوا معايا انا تنستعملوهم في مثلا لي بورتري، مثلا تصاور اللي تناخدو مثلا شي واحد عنده شي مشكل في الوجه مثلا بغا يحيدو، نحيدو بهذه الطريقة. هانتوما كاع تنصفيو الوجه بهذا الشكل هذا، داخل هذا كاع لك لي بوطون مثلا تحيدو ايتسيتيرا، حتى الاحمرار الى اخره كنا نحيدوه تحيد. اذا هذه الطريقة ديال لي غوتوش اللي تدير. هذا لوتي بانسو، طبيعة الحال الناس اللي عندهم مع الرسم طبيعة الحال هاد لوتي. كان واحد نوتخامي، دونك اللي عندهم مع الرسم يعجبهم هاد سميتو. لي بروشور هادو عندنا بزاف ديال الانواع، تختاروا اي حاجة سدون سميتو الشكل اللي بغينا. مثلا ناخدو هاد النباتات، دونك ناخدو حتى السايز ديالها المقدار كبيرة. هانتوما تيعطينا هاد لي موتيف تامبريمي حسب لا كولور لي بغيت. اذا تنكري دي بيزاج لي بغيت حسب نبدلو لا بروشور مثلا، نحيدو هدا مثلا هادي. شوفوا مثلا الالوان اللي تعطينا. المهم هذا بالنسبه الناس الفنانه، ناس اصحاب الرسم الديسام كلهم يتعاملوا. وحقيقه يعني كاع الناس اللي تي الافلام اللي الديسانيمير تخدم بفوتوشوب واحد النسبه كبيره جدا، تيشري واحد سميتها تابلت جرافيك واحد السيلو ديالها، يعني تكون دي برودوي اللي في المستوى راه، خصوصا اذا كان عاوتاني الابداع والسيد او الشخص يعني فنان في الابداع. هنا اللوتي اللي كاين اوتي تومبون. اوتي تومبون مثلا حيد لا سيليكسيون هاد لوتي تومبون، ناخذ مثلا المثال، غادي ناخذ واحد لو بوان ديال روبير بحال تروبيريشن البصل اللي بغيتي. دونك ناخذ بوان، شوفوا معايا شنو غادي يوقع، يعني بحال غادي ندير واحد بحال الطابع. دونك غادي نجي نحط مثلا هذاك التصويره ديالي هنا. شوف معايا، جو كليك جو كليك جو كليك، تبقى انا صايبت بوحد اخر بجانب هادو، فهمتي. غادي نقاد الجناب، غادي نمشي من هاد الطومبون هذا ونقاد الجناب ديال داكشي اللي عندي، يعني تيحتاج شوية ديال الفوتوشوب، شوية ديال الصبر، بزاف ديال الصبر باش نقومو بالعملية. إذا تنكري مثلا تنطبع، إذا بغينا نقولو واحد موتيف واحد آخر أو واحد ديسان واحد آخر في جهة أخرى. إذا هذا لوتي ديال لو طومبون ديالنا. هاد لوتي يعني بغينا نرجعو العمل اللي كنا درناه قبيله تنرجعوه ديال الديسان. هنا لا غوم لا تنمسح توتالمون داكشي اللي تندير، وتنخدم ديريكتومون سيغ ليماج، بالتالي كاع الرسم تتمسح. هاد اوتي غوم. عندنا اوتي كما قلتلك ديال اوتي ديال فور دو ديسان، فور دو ديسان مثلا غادي نسيليكسيوني واحد الرسم، واحد غيكتونغ، هنا رسم خديتو. هنا اما نزيد بو
ديال البانتور، يعني يكون عندي اللون اللي هو اوني، ولا اوتي ديغرادي هو تيكون عندي. كل مره كليكيت على لي كونت يعطيني واحد توصيف الفوق، مثلا ناخذ هذا وتنجي تنكليكي في الجل وتنج جوتير جوتير، شوف معايا شنو عطاني. يعني بغيت نبدل هادشي ندير دوبل كليك على هذا وعطاني، كلين كليك هنا دوبل كليك يعطيني لا كولور اللي بغيت نشونجي لي كولور سا ديبون انا شنو بغيت. دونك مثلا اوكي حيت الزرق مثلا، هاد ديالي هاد الاوتي هذا انا مثلا شونجيتو. الوان اللي بغيت في الشكل اللي بغيت ممكن لي نتحكم فيهم، وهما ممكن لي نموديفي هاد لارك مثلا اونسيال الى اخره. لوتي قوت حتى نفس الامر، عندنا تنخدموها عندها علاقه مع الديسام طبيعه، تختاروا الوان هذه مثلا نشوفوا نزيد كونتراست اولا في مثلا انا نشوف مثلا اوتي دونسيتي نزيد لا دونسيتي، شوفوا معايا تيكون شويه ديال الكحوليه تتزاد في الجناب الى اخره، يعني تنزيد في لا دونسيتي تنشوف الحده ديالها الى اخره من هنا. غندخلوا دابا لوتي لي زوتي فيكتوريال، منها هاد لا بليم اللي مشهوره نسيبريم هادشي سون موديفي، هو ضروري نتعرفوا على هاد لي زوتي في الاول من بعد ما غادي ندخلوا في لو طرافاي ديالنا بشكل عادي. دونك عندنا هاد لابليم، شفت جو كليك مشيت كليكيت ضغطت في مكان اخر تيتكون لي واحد المستقيم، كليكيت في واحد الجانب اخر ضغطت في الى اخره تيتكون لي الشكل اللي بغيت انا. تتنجي للديبي يعني البوان دو ديبار تتلقى وتكون واحد لو سيرك، تنسد دابا الرسم ديالي تنسيليكسيوني طبيعة الحال وتندير لا موديفيك كما قلت، بغيت نزيد ندير مثلا هاد الموديفيكاسيون اللي بغيت ندير مثلا لون اوني عفوا. دونك خاصني نرجع للهيستوريك دو في سيكسيون هنا غادي ندير هذا مثلا، ندير انا درت اوني بغيت نديرو ديغرادي نديرو ديغرادي الى اخره. اذا هذه لوتي نانيلي، دونك نحيد هذا الشيء. اذا هنا غادي نرجع لابليم ديالي نعاود ندير ان بوين نمشي نضغط ولكن جو تير افيك كليك تير كليك اي جو تير جو غارد، يعني لو دو سور البوطون ديال لا سوري. دونك انا شوف الشكل كيما بغيت ندير ليه تنحركو بواحد الطريقه، مثلا انا طلقت جو كليك je tire شي مثلا جو كليك جو تير، ناخذ الشكل اللي بغيت هنا تتحصل على مثلا الشكل اللي بغيت. هاد لوتي هادي هي كليكي عليها سيليكسيون ديريكت، الا مشيت كليكيت عليها تتعطيني كاع لي بوين اللي كاينين في هاد لو تراسي فيكتوريال. نشوفوا معايا الا كليكيت من الجهه يعطيني هاد لي فليش هادو كليان موديفي اللي بغيت الشكل اللي بغيت. هنا تنستعملوهم مثلا لرسم اشكال معينه لي لوغو مثلا واحد الشخصيه معينه نديرو ليه النيف مثلا بحال هكذا، مثلا شي شخصيه كاركتونيه مثلا هيا بحال شي راس ديال شي يدوب مثلا تيترسم مثلا بهذا الشكل
الاخرين نديروا ليه عوينه من هنا النيف اكسترا، يعني تيتكون كنا نرسمه اولا نديروا دي لوغو اكسترا اولا نرسمه على واحد رسم معين بهذه الطريقه هذه. هذا بالنسبه لوتي بلوم هذه و لوتي ديال لتحديد نقاط اختيار ديال الفيكتوريال. هذا بالنسبه نحيدوا هذا الرسم ندوزو شنو فيكتوريال. ما معنى فيكتوريال؟ يعني انه دي بون با يعني بلا ريزوليسيون، يعني شحال ما كبرت داك البيكسل تيمشي مع الديمونسيون، شحال ما غيرت لو ديمونسيون تيمشي معاه البيكسل ديال، وبالتالي تيحافظ على الدقه ديال الرسم. على عكس الصور العاديه شحال ما كبرت شحال بيكسل ما تيسيرش لو غوديمونسيونمون اللي تنديرو، وبالتالي تخرج لينا الصوره فلو، وبالتالي ما تيكون فيكتوريال. هذا هو الدور ديالو. كاين واحد البرنامج اللي هو معروف حتى هو ديال ادوبي هو ادوبي ايليستراتور، هو من بين اقوى حتى هو البرامج الخاصه في صناعه يعني لي لوغو اللي يعني سميتو الصور اللي هي فيكتوريال. مثلا نرسم اي صوره مثلا واحد اللوغو نقدر نطبعو على ورقه صغيره A4، نقدر نفسه نطبعو على حيط كامل مثلا ديمونسيون ديال 20 ولا 30 ولا 40 متر في 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 في, في الطول والعرض، يعني تتبقى بنفس الدقه ما تتغيرش. على عكس اذا كان صوره شحال ما كبرت وكان بيكسيز شحال ما تتغير الدقه ديال تتشوه وتصبح فلو اكثر. عندنا لو تكست هو سميتو كالك فيكتوريال. دونك هنا مثلا نكتبو اي حاجه، دونك نكتبو بالعربيه دوره. اذا لاحظوا معي نمشي اوتي دي بلاسمون ونمشي ندير اوبسيون دو ترانسفورماسيون، انا نكبر ما تيتبدلش حتى هو ان تكست اللي هو فورما فيكتوريال تيتبدلش. دوبل كليك. من بعد عندنا هاد لوتي دو ديبلاسمون هادي تنحتاجوها. مثلا احنا افتراضا مثلا نشوفو هذا نيت انا زوميلنا تنحرك مثلا تنكون مثلا تنخدم على واحد الشكل كبير وتنحتاج انني نديبلاس على هذيك الصورة، تنديبلاصها بهذا الشكل هكذا مثلا، يعني تنستعمل هذه والزوم. ها هي الزوم، شوفوا لاحظوا عندنا بلوس يعني تنزيد، بغيت الموا تنمشي للموا ها هي وتنقص. كنين نستعمل كلافي الت وتندير لاغولات ديال لاسوري ديالي، لاغولات تنقص وتنزيد كما بغيت. هذا لي زوتي ديال لا باغ دوتي. اذا ان شاء الله تعالى نمشيو دابا نشوفو الفونكسيون ديال لي كالك وكيفاش يمكن لينا نكومبوزيو اون ايماج. لاحظوا معي الفوتوشوب تيعتمد على المفهوم ديال الكالك، يعني واحد تخدم على مفهوم ديال الكالك. يعني لاحظوا معي هاد الصوره اللي غادي نخدموا عليها. عندنا الكالك الاولاني فيه صوره ديال الاشجار، الكالك الثاني جبنا طائر، الكالك الثاني جبنا مثلا هاد الببغاء بهذا اللون، والكالك الرابع جبنا هاد الطائر طنان. هادو مثلا نجمعوهم سوبر بوز يكونستيتي واحد الصوره، انت تشوفوها من الفوق تنشوفوا صوره واحده، ولكن في الحقيقه راه هو اربعه ولا خمسه ولا سته شحال من طبقه قمنا ب يعني استعمالها. واعطيكم واحد نموذج ديال لا سوبر بوزيسيون كيفاش غادي نخدموا عليها. مثلا عندنا نشوف واحد الصورة
ناخذ مثلا هذه الصورة هذه، اون فوا تنفتحوها تتفتح في هاد لاكاز ديال لا فونيتر ديال لي كالك. ها هي غادي نجيبو واحد الصورة أخرى مثلا ديال هذا، هذا ما عندهاش غير معبرة، نشوفو شي صورة أخرى نبورتي مثلا هاد جوج وليدات مثلا. شوفو معايا هاد الصورة الثانية غادي نحاولو نسيليكسيونيو هاد الوليدات هادو نحطوهم على الطريق، يعني هادي طريقة في عملية ديال التلاعب بالصور. إذا مثلا ناخد مثلا لاصو عندي أنا مانيتيك جزوم، دائما باش يكون عندي الدقة في العمل دونك جزوم مثلا جزوم، يعني حنا غنديرو الترافا اللي هو غابيد ماشي احترافي بزاف، ولكن لأن الوقت لا يسعنا دونك إما تنديروا العملية بسرعة. أعتذر يعني أنا يعني إحنا يعني باش نكريو واحد الترافاي اللي هو يعني محترم هكذا وهذا، بطبيعة الحال خصنا ناخدو الوقت ديالنا. إحنا ماشي مشكل، إحنا تنتدربو دابا، تنتعرفو على الإمكانيات ديال هاد البرنامج، تنتعلمو الأمور اللي يمكن لينا يعني نستعملوها. دابا كل واحد فيكم بطبيعة الحال راه تطيحو عليه أفكار يعني في الطريقة اللي يمكن لي يستعمل هذا البرنامج مثلا. إذا باش نسبريمي واحد نقطة معينة تندير سبريمي بالكلافيي وتنكمل. انا كملت لا سيليكسيون ديالي، كلي دابا ناخد دونك افون ما دارت تكون بيكسيزي باش ما يكونش عندي مشكل. اذا غادي نحيد هاد البنيته هادي، الصوره الاخرى افون نديرو العمليه اللي درنا قبيله فان كوبي صافي. دونك هادي نحيدوها ماسكيها. شوفوا معايا دابا الصورة ديال هاد البنيتة مثلا بهذا الشكل. نحطو البنيتة هكدا مثلا، تتبان انها راه تتمشي او لا، الا كانت بهذا المنظر هكدا. تنشوفو معانا البنت راه غادا شادة الطريق الى اخره، يعني بزاف ديال الامور يعني تنخدموهم بهذا. اذا انا رديت البال، يعني عندنا كالك نبغى نمشيو لابارتي ديال لا فونيغ دي كالك، عندنا الكالك التحتاني هذا. دابا شوفوا معايا، اذا هزيت وحطيته الفوق الاخر البنت ما تتبانش، علاش؟ لان الصوره الكالك ديال البنت لتحت، اذا باش تكون هي فوق تبان خصها يكون فوق الكالك بهذا الشكل هكذا. اذا هذا هو المنطق كيفاش تنخدمو في الكالك، يعني كالك فوق كالك. وحنا تن واحد الطبقة تنكونستخوي دي واحد دي نيفو دو كالك، وفي الاخر لا سوبر بوزيسيون ديالهم هي اللي تتعطينا لا فوتو و بيان ليماج فينال اللي بغينا حنا لو برودوي نعدنا. اذا هذه عملية ديال الكالك، انتم شفتوها كيفاش ممكن لينا نخدمو واحد الصور نفابريكي صور نتلاعبو بهم مانيبول هذوك لي فوتو ايتترا. دونك حنا غادي نديرو واحد نوفو ترافاي اللي هو مرتبط بالعمل ديالنا بالضروره، غادي ندير بيرسوناليزي، ناخد بابي فورما انترناسيونال، ناخد A4 وهاد ريزوليسيون 300 بلي كولور سي ام جي ان، تندير اوكي. هنا دابا غادي نصايبو واحد دوكيمون ديال وثائق تربويه. اذا بطبيعه الحال
غادي ناخذ واحد تريونغل مثلا، شوفوا معايا بغيت تكون عندي واحد لونطات هنا ياك دام اوتي ديبلاسمون تنكليكي على اوبسيون دو ترانسفورماسيون. شوفوا معايا دابا الى مشيت لقنت هنا وكليكيت وجيت لهاد البلاصه هادي ودرت بوطون دروا تيعطيني واحد لي اوبسيون خاصه بهاد لا سيليكسيون. حنا غادي ناخذو دي فورماسيون تيعطينا هاد لي سيلول هادو ودي بوين ديال دو ترانسفورماسيون. اذا انا مثلا ناخذ هادي شوف معاك تيتكريا واحد الشكل معين. انا غادي نخدم مثلا بهذا الشكل دوبل كليك او لا اونطري انا حصلت على الشكل اللي بغيت. لا كولور ما عجبتنيش تنمشي لوتي اللي كتخدم فيه هو لوتي ريكتانغل فون تنشونجي لا كولور اللي بغيت صافي مزيان. الكونتور كذلك بغيت كونتور يكون مبين ندير كحل مثلا هانتو لاحظوا الكونتور اولا عندي هنا هاد البارتيا بغيت نحيدو تندير هاد جو بار هاد لو كونتور مزيان. بغيت هاد المنطقة هاديك بحالها تكون لتحت اذا بهاد الموتيف بهاد الشكل صافي. دونك تنمشي اما تمشي للفونيتر ديال الكالك يا اما تندير دوبليكي لو كالك ندير اوكي ها هو دار كوبي او بيان دونك جانيل او بيان تن سيليكسيوني دائما العمل اللي غادي ندير على شي واحد تايم سيليكسيوني تندير الت جي جولي جي تتعطيني هاد لا كوبي بهذا الشكل. اذا انا رديت البال انا نكليكي لا كوبي انا سيليكسيون لا كوبي شوف معايا ها هي لا كوبي الثاني. دابا ما ممكنش تجي بهذا الشكل اذا خصني جو ترانسفورم هذيك لورينتاسيون دونك تمشي ايديسيون حميد. نعم عندك لي راكورسي ديال فوتوشوب ياك ربما تعطيهم لنا. كاينين لي راكورسي اي لانه ما راديش واحد الت كونترول سيبريمي الت كونترول جي الت جي دونك كاين او ما كاينين الا تشوفوا صفر عندي دابا نعطيهم لكم. شكرا واخا نرجعوا. اذا هذه المساله تندير اديسيون جو ترانسفورم هاد الكالك هذا غنبغي نقلبو يكون اوني فيرتيكال يعني عطاني يعني كان الى تيشوف لتحت دابا ولا يشوف فوق بشكل راسي قلبته بشكل راسي. بغيت ما تكونش هاد لاليور هادي ما بغيتهاش من هاد الجهه دونك نفس الامر جو ترانسفورم لو تراسي ديالي بشكل هوريزونتال يعني تناخذو بهذا الشكل. حنا حصلنا على واحد الخلفيه الى حد ما انت تشونجي حتى لو بغيتي تشونجي لا كولور ديال التحت ممكن يعني مثلا انا درت الفوق مفتوح مثلا التحت نديرو مثلا نزيد نفتحو او لا نغلقو العكس مثلا او لا بهذا الشكل هكا انا غلقتو بهذا الشكل مزيان. حنا بطبيعه الحال دائما الوثائق ديالنا خصو يكون فيهم اللوغو ديال الوزاره دونك غادي نمشي تيليشارجيوه من جوجل تيليشارجي من جوجل دونك هو ديجا عندي هو عندي إذن تتشوفوا هاد المكان هذا كله بيض يعني الكتابة على خلفية بيضاء. أنا ما بغيتش تكون عندي خلفية بيضاء لأن مثلا جو كليك أنا كليكيت عليه دونك بعدا نحيد لو ديفرويياج ألت دوبل كليك غنهزو مثلا أنا شتي الخلفية هنا كاين ترونسبارونس ولكن هنا كاين لا كولور رومبلينا دونك أنا بغيت هاد لا ترونسبارونس دونك مثلا جو كليك
je maintiens avec le bouton ou t'aimes-y t'entrer dans le document et je laisse et là tu le mets je vois avec l'arrière-plan بيضاء دي ما تجيش في 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 سميتو في الرسم يعني على داك التحت وبالتالي تجي شويه عيانه دونك انا شنو غادي ندير تنمشي لوتي ديالي هنا فين تنفعني هذيك لا باغيت ماجيك شوف اون فوا سان كليكي هذاك لا باغيت ماجيك شنو يعني هذاك لا كولور اوني اللي عندك تما كلها تتسليكسيون فهاديك نونتوار شنو غادي ندير غندير سوبريمي انا حيت هذاك حيت هذاك البيوضيه كامله مثلا هنا نحيد هادو كاملين مثلا بهذا الشكل جو كليك سوبريم جو كليك سوبريمي كليك سوبريمي وهكذا كليك سوبريمي باش سن جو فين يعني هذاك لو طرافو ديالك يكون ديال انفيني مزيان طرايبي دابا حنا وصلنا لهاد المرحله ولكن رغم ذلك مازال كاين إشكال إذن شنو قلنا مزيان دونك هاد جو سي دي سيليكسيون دونك حنا هادي نعاود نغوديمونسيوني هاد اللوغو ديال الوزارة نجي نحطو مزيان هنا تيجي شوية ما باينش مزيان إذا شنو غادي نديرو ليه تنمشيو لهاد الكالك عندنا واحد ستيل ديال الكالك تنخدمو عليه جو في هاد الفراغ هذا جو سيليكسيون الكالك ديالي تندو بالكليك تيخرج ليا هاد ستيل دو كالك تنمشي للكونتور وتنختار اللون نختار الابيض باش يطلع لي هذيك الصوره مزيان تناخذ ليكستيريور وتناخذ المقدار اللي بغيت شحال ما زدت هذاك شحال ما تي 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 كونتوري الكونتور هذاك حنا غادي ناخذوها واحد 3 بهذا الشكل هكذا 3 سي بيان بغيت ندير حتى لومبغ ديالو نديرو لومبغ ديالو دوبل كليك تندير لومبغ ابورتي ونزيد ليه واحد شوفوا معايا تنديرو 90 درجة باش تعطينا هاد الشكل هذا هكا نختار واحد لا بوزيسيون حتى لا كولور واش سميتو واش يكون الشدة لا ديورتي ديال لوباسيتي ديال لا كولور هنا كذلك واش نكبرو بهذا الشكل الى اخره يعني نتوما تتقاد حسب الذوق ديالك نتا لا طاي ديالو كذلك هنا غادي نخليوه هكذا بهذا الشكل هكذا سي بيان اونتري انا اختاريت ديالي دونك لافيشي على تاي ليكرون اذا لاحظوا معي العمل ديالنا هو بدا تيبان عندنا مثلا نزيد واحد ريكتونغل هنا واحد لا بارتي مثلا بحال هكا ودي لا كولور وحده اخرى مثلا نزيد في هذا الشكل نحيد لها التراسي انا التراسي اللي محيد سي بيان دونك سي بيان هنا مثلا نجيب لو تكست ديالي نكتب إذا ناخذ لو تكست ديالي انت ناخذ لو تكست تنمشي لهاد التوصيف اللي عندي هنا عندي تنختار الخط اللي غادي نخدم به مثلا ناخذ هذا تناخذ المقدار يعني لا طاي ديالي مثلا 36 تناخذ سونتري بهذا الشكل هذا تنكتب مثلا الجدول الدراسي بهذا الشكل هكذا تنحطو هكا
تحتفظ بهذا الشكل هكذا، هذا لو طرافاي محلول على البروجي. هشوفوا معايا شحال ديال لي كالك حنا خدمناه واحد فوق واحد وحنا غاديين. شوفوا معايا الجدول الدراسي اللي درتو تحت الريكتانجل، اللي درتو تحت عفوا يعني اللي درتو تحت يعني اللي درتو تحت جو دي بلاس، هذا تحت لو ريكتانجل ما يبقاش باين. مازال ما درش سميتو، هاهو شتي، غنطلعو الفوق هاهو يبان. إذا نطلع شوية، إذا لوبيراسيون خصني نسيليكسيوني الكالك ديالي ونخدم عليه. إذا كما قلت يمكننا البروج نخليه مفتوح بهذا الشكل هكذا، على اساس ان كل عام نبدل الالوان من فوا، غنجي لهنا دوبل كليك ونبدل اللون كما بغيت كما بغيت. انا عاوتاني دوبل كليك نبدل اللون كما بغيت، يعني كل عام ندير شونجمون اللي بغيت. في كل وثيقه معينه جدول الدراسه نديرها بكولور، الطابلو داك الكونتين مثلا ندير مدير ريسونسمون مثلا نديرهم الى اخر، الطابلو دو كونجي كذلك ندير الاشكال اللي بغيت. هذه من جهه. كاين عندنا واحد الطريقه اخرى، مثلا مبغيتش هاد لو ريكتونغل هذا لو جو دو ماسك، كاين عاوتاني نقدر ندير واحد الخلفيه. اذا باش ندير واحد الباك جراوند للعمل ديالي مثلا، غادي نمشي ندير امبورتي، ندير واحد لا تكستور مثلا بحال هذا. شوفوا معايا هذا موتيف ماروكا مثلا بهذا الشكل. الا رديتو البال هو دابا علاش تحط من الفوق ديالهم كاملين، بالتالي غادي يغطيهم كاملين. اذا خصنا هذا الموتيف يكون تحت ديال لي كالك. مثلا خديت انا القياس اللي بغيتي، دونك شنو غندير، غادي نهبطو تحتهم كاملين. ها هو دابا ولا لتحت مزيان دابا، ولكن الى عنده اللون ديالو طالع بزاف. اذا شنو تندير، هاد الكالك هذا عندي واحد لي بروبريتي ديالو هنا ديال لوباسيتي، ها هو تنقص لوباسيتي من هنا ولو فون كذلك، وتيكون عندي واحد الخلفيه اللي هي بارده هكذا زوينه، ممكن لي نكتب عليها ولا ندير دي موتيف. ما بغيتش هذا الموتيف مثلا نحيدو، ندير موتيف واحد اخر مثلا بحال هكا. هادي مثلا امبورتي هذا هذا مثلا، انا جبت يعني امبورتيتو دو الاستيراد، ندير اديسيون وندير انا ترانسفورماسيون باش يعطيني هذاك سميتها باش يكون واقف دونك فيرتيكال، وندير لي لوريونتاسيون ديال 90 درجة عفوا. ها هي هو غادي يتحرك غادي مزيان مثلا، غادي ديروا لي موتيف اللي بغيتو. يعني شوفوا دابا الشكل كيولي، تنكتبو تحت منه. ممكن نزيدو نفس العمليه اللي درنا قبيله، تنقصو من الحده ديال لو فون ديالو او لا لوباسيتي ديالو باش نحصلو على واحد لو طرافاي اللي هو مزيان. درنا هذا لو طرافاي ديالنا الاولاني، كيفاش نصايبو مثلا هاد ديزاين بحال هكذا. ما بغيتش ندخل في لي كالك بزاف لان فيهم يعني عمل كتير. اذا حاول مثلا نزيد مثلا في الانترنت، عندنا بزاف ديال المواقع
يمكن لينا نختار مثلا بحال هاد لي غوتوش هذا، راه يمكن لك تصايبهم، راه حتى هادو يمكن لك تصايبهم بالطريقه اللي خدمت بها قبيله بلا بليوم الى اخره، تصايب واحد اخر الثاني الثالث وتعطيه هذا الشكل هذا. مثلا تنجي هنا لو كادراج، انتم شوفوا معايا كادري تناخذها لا بارتي دي بغيت، هذا تدير دوبل كليك وتي دو بلاسمون تنهزو وتندي. لا انا ما عجبتنيش، ما عجبتنيش الريكتانغل الاول اللي درت دو جو لو ماسك، دونك هذا جو ريديمونسيون، جو ريديمونسيون هذا لونتيت هذا لو ريبون هذا اللي عندي فوق، دونك بحال الشكل. نقدر نزيد نهبطو شويه هذاك سي بيان، دوبل كليك عندنا الكالك ديال الوزاره لوغو، نهزو نحطو بحال الشكل وتيبان لي لو تيك بحال هكا مثلا. سي بيان هاد الشكل هكا مثلا. يعني كاين كاين سميتو يعني في الانترنت يمكن لك تصايب بحال هادو، اولا انت تصايبهم مثلا نعطيو واحد نوفو نوفو دوكيمون واحد اخر اتروا مثلا، تنبغيو الشواهد التقديريه في الاخر العام مثلا اولا في الدوره، وتنقلبوا عليهم ما تنلقاوهمش، وبالتالي اذا هذا كيفاش كليكي. دونك تناخد عفوا المرة تنسرع هاد لو طرافاي ديروه معايا، نديرو شهاده تقديريه صافي اخوان تسمعوني؟ نسمعوك السي حميد. واخا دابا غادي نديرو بتي طرافاي واحد تي دي صافي، غادي ناخذو فيشي كاع الاخوان اللي عندهم سميتو دابا كلشي معايا نوفو، اللي عندهم 2019 يديرو كريي، يمشيو امبريسيون فورما ا 4 وديرو بورتري ماشي ديرو بيزاج ماشي بورتري، ماشي مشكل حتى يمكننا نموديفيهم يعني ماشي اشكال. يلا خدو لا تا 4 سير معنا شويه غير شويه صافي ا 4 مزيان مزيان دابا واخا لا لارجور راه خليوها بار ديفو، غتمشيو لا ريزوليسيون بما اننا غادي نطبعو في ا 4 وديموسيون صغير دونك خصنا لا ريزوليسيون تكون طالعه، غتخليوها 300 بار ديفو. المود كولوريمتريك غادي تاخدو سي ام جي ان ونديرو كري صحاب 2019 سي اس 6 اوكي سي بيان. اوكي دونك هنا غادي نديرو ايماج، حيت دائما كاين اللي تيبغي يعطي شهاده تقديريه كذا واقفه، كاين اللي تيبغيها تكون دايره الى اخره ماشي اشكال. اذا غادي نمشي باش تكون بورت بيزاج، نمشي تندير لها اورينتاسيون 90 درجه هكا مزيان. اذا انا هذا الشكل بغيت دابا شهاده تقديريه، دابا بدا يكون فيها دي موتيف الجناب الى اخره. اذا نخدمك بحال هذيك الطريقه ديال قبيله، شوفوا معايا ندير ريكتانغل عفوا ها هو مثلا، ولا نجيب واحد هنا اش ها هو صافي. تنضغط على اوتي ديبلاسمون هذه وتمشي اوبسيون دو ترانسفورماسيون، تنكليك تنضغط في القنت هنا في الزاويه، تنجي لسباس ديالي بوطون دروا تندير ديفورماسيون، تنبدل بالشكل اللي بغيت مثلا تنكري الصورة اللي بغيت الشكل اللي بغيت با
اونتري اوكي مثلا نخدمه بهذا الشكل هذا صافي غادي ندير واحد اخر بحالو تحت منه دونك غنكري واحد اخر دونك ندير اما بوتون دروا وندير دوبليكي لو كالك وندير اوكي غادي نسحبو لتحت يعني انا بغيت الكوبي هي اللي تكون تحت دونك الكالك غادي يكون الكوبي هو اللي يكون تحت من الاخر ها هو مزيان انا نسحبو وغادي نشونجي ليه لا كولور دونك باش نشونجي لا كولور غنمشي للبو دو بانتور وندير انا اوتي ديغرادي ياك ونختار مثلا نختارو هذا نديروه مثلا مع نديرو دو كولور هكا دابا هذا الشكل ولا مع الكحل نديرو هنا نديرو مثلا دو روج مثلا اوكي اوكي يلا دابا دونك تابعوا معي غادي نمشيو حتى عندنا ريكتونغ خاصنا نمشيو ريكتونغ غادي نمشيو لوتي ديغرادي هيا ناخذو لا كولور ديالنا تنبدل الاحمر بهذا الشكل دابا شوفوا معايا غادي نمشي جوتي هكا احنا خديناه بهذا الشكل ديالنا الاحمر الشده ديالو احنا هنا لوريونطاسيون اوكي ندير لوريونطاسيون فين بغيت يكون صافي هنا تنزيد باش نحصل على سميتو هنا تن واش بغيتو غاديال بهذا الشكل بغيتو اونغولير حنا غادي نديروه لينيير سي بيان صافي مزيان خليه هكا غادي ندير واحد اخر كوبي دوبليكي لو كالك اوكي ها هو فين هو وغادي نزيد شويه من غادي نبدل ليه سميتو وغادي نحطو لتحت وغادي نديمونسيونيه نزيد من هو هاد الشكل هكا مثلا انا عطاني هاد الشكل نكلي مثلا هادو انا صايبت لون تيت نجمعهم في واحد الجروب دونك جو كليك جروب تنسيليكسيوني هذا الاول وتندير كونترول تنسيليكسيوني الثاني وتنجليسيهم كاملين هذا واحد كاين هذه المساله في سي اس 6 بينما صحاب 2019 يكفي انك تسيليكسيوني هذوك لي كالك ديالك وتمشي البوطون جروب ويتجمعوا لك اوتوماتيكمون في الجروب هنا سي اس 6 لا تاخذ الجروب سيليكسيون جروب عاد تدخل فيه سميتو اذا مثلا حنا عطاتنا هاد مكلي مثلا دوبليكي الجروب كامل عاوتاني انا ندوبليكي لو جروب انا خرجتو وغادي ندير ليه نفس العمليه ديال قبيله ديال ترانسفورمي ونديرو مثلا بسميتو بفيرتيكال هذا الشكل ونخرج بهذا الشكل هكذا ونديمونسيوني عاوتاني نكبر ونصغر الطريقه اللي بغيت تنحصل على واحد النتيجه مرضيه بالنسبه ليا ماشي حنا دابا المهم ماشي احترافي يعني كما تيبان لكم ولكن تحتاج شويه ديال الوقت يعني حنا خدمنا بهذه الطريقه هذه
صافي تجي مثلا دير الخلفية ديالك اللي بغيتي، مثلا كما الخلفية اللي بغيتي مثلا نديرو امبورتي، مثلا نديرو هاد الخلفية هادي، دونك غوديمونسيوني هادشي، وهاد الخلفية خصها تكون كاملة تحت هادو كاملين. مثلا اللي عطاتني نقدر نخفف من الحدة ديالها بهذا الشكل، عفوا دخلت لي الجروب، ستخرج من الجروب. هكا مثلا بهذا الشكل هكذا، وندير كتب مع راساتينا المحتوى اللي بغيت، شهادة تقديرية مثلا. نفس الخدمة ديال قبيلة خدمنا في الكالك ديال قبيلة، مثلا نمشي نهز هذاك حتى من تكون عندي لي دو ترافو ولا بروجي محلولين، يمكن لي نهز من هاد البروجي نمشي ندير هاد البروجي، مثلا كي بحال هاد اللوغو ديال الوزارة، مثلا نهزو ها هو تنهزو، تندخل جو كليس جونتخ فعلا جو لا صافي انا دخل لي، ولكن من دخل تحت هاد لي سميتو هاد لي دو بارنر الفوق، اذا انا خصو يكون فوق منهم او تخلي في الجروب، دونك انا ما بغيتش تما، دونك انا حصلت عليه بهذا الشكل. ها هو خرج، اذا نحطو من فوق مثلا بهذا الشكل، يمكن لي نزيدو نحطو هنا مثلا، المهم حسب انت الاخراج ديال انت الاخراج اللي بغيتي، فهمتي، وتكتب المحتوى ديالك اللي بغيتي هنا. تحط مثلا انتخي هنا الامضاء ديال المدير، مثلا الامضاء ديالك انت وديال المدير مثلا اتسيتيرا، يعني تكتب المحتوى ديالك هنا اللي بغيتي الى اخره. اذا شهادة تقريرية مهمة، ماشي شي يعني تحتاج شوية ديال الخدمة، مهمة هذا نموذج مزيد. تسمعوني؟ نسمعوك سي حامد مزيان. سابيا اذا ما عرفتش انا واش كان شي استفسار، يعني باش نخليو شي عمل اخر، يعني دي موديفيكاسيون كبيره اللي يعني نخدموا فيهم لي كالك ديفوزيون مثلا، لي ماس ديفوزيون، لي كالك الاخرين اللي مرتبطين بفيكتوريال الى اخره، نخليهم الحصه. المهم شوفوا حسب البرنامج ديالكم، يمكننا نديرو من بعد ان شاء الله تعالى اللي بغيتو. صافي، شكرا السي حميد، ربما راك عطيتي ما هو اهم تنظن خص غال، يعني خص مازال سي حسن شي حاجه، واحد المساله ديال لونغوجيسترومون، اذا كيف يمكن ان احفظ العمل؟ عندي الحفظ ديال العمل عن طريق صيغتين، صيغه ديال بي اس دي يعني صيغه الفوتوشوب، وبالتالي تيبقى هذاك البروجي مفتوح اي وقت، اي وقت ممكن لي ندير فيه موديفيكاسيون ايتترا، يعني تيبقى عندي مفتوح، تنحطو في واحد الدوكيمون معروف ان هذا ديال الشهاده التقديريه وهذا ديال الوثائق. اذا انت اولا صافي انا بغيت نطبعو باش نخرجو، دونك تنخرجو فيرسيون جي بي او جي او جي بي اكس، سا ديبون كيفاش سميتو، المهم جي بي او جي. دونك غادي ندير انا اونغيستخو سو، دونك اونغوليستري سو، هنا تمشي نسمي مثلا عندي انا خدام شهادة تقديرية، دونك شهادة تقديرية او شهادة تقديرية اقدام الفورما، تنقلب على جي بي او جي او جي بيغ، و تندير اونغوليستري عادي، تنخلي ليك لي ديتاي باغ ديفو. إذا مشيت البلاصة فين درت لومبلاسمون ديال هاد الفيشي، ها هو
ممكن خصني نبارطاجي معكم الاخر، ماشي اسكال. انا نطلعه من فوتوشوب، دونك فيشيي اوفرير، هي الشهاده التقديريه ديالنا. الا رديت الباش شنو كاين هنا، هاد لابارتي هادي كالك واحد، يعني ولات الصوره كاع هادوك لي كالك اللي شفتو قبيله ديال لي بارنا اللي فوق ديال لو تيكست ديال الصوره ديال اللوغو ديال الخلفيه، كاع لو طرافاي اللي كان هو سو فورم دي كالك اي لي سوبور بوزي، عطانا ان سول ولا اون سول ايماج، واحد برودوي كامل. اذا هنا ما يمكنليش ندير شي موديفيكاسيون اللي هي مثلا نحيد اللون ولا نغير مثلا الشهاده لو تيكست نبدلو الى اخره، ولا نبدل السايز ديالو، لا يعني ما يمكنش. بينما انا او عندي ندخل دابا سو فورما ديال بي اس دي، انا ممكن نحيد اللي بغيت ونغير الالوان اللي بغيت كما شفتو قبيله. اذا هنا انا غادي نديرو او فورما بي اس دي او فيشيي اونغيستري سو، تنختار لو بلاسمون ديالي فين غنبداو، وتندير نفس العنوان شهاده تقديريه، لان باش نعقل على هاد الفيشي ديالي التقديريه، ولكن كنا يبقى بي اس دي، وتندير ليه اونغيستري وتندير اوكي. دونك هو تيكمل لونغيستخمون ديالو هنا، تيعطيني البورسونتاج او هكذا. دونك كاين مثلا جو لو فيرم، انا نسدو نو، هذا نفس الشيء غادي نحافظو عليه. وي جونغيستخ، غادي نديرو مثلا جدول دراسي، تندير اونغيستري. اذا راه نفتح دابا واحد فيهم، ها هو قدامي عندي شهادة تقديرية، عندي ها هو تيتفتح لك لو طرافاي، تندير موديفيكاسيون لي بغيت. إذا هادو هما لي طرافو لي درنا اليوم، على أمل نشوفو دي طرافو وحدين أخرين إن شاء الله تعالى في المستقبل بحول الله إن شاء الله. سي حسن. وي سي حامد، وقيلا يعني ننتظروا الأسئلة ديال السادة الأساتذة اللي عنده شي سؤال أييه قبل ما نختمو. غالي الإشارة، فإن هذه الحلقة إن شاء الله غتكون مسجلة، يعني من بعد إن شاء الله مباشرة غتلقاوها في الجروب ديالكم. السلام عليكم. السلام عليكم سي حسن، بخير داير الله يسلمكم. بغيت نسولك، انا جيت مأخر شويه، ولكن بغيت نسول واحد السؤال على كيتعلق بالغلاف ديال الكتاب. بغيت درت واحد الكتاب، بغيت نهندس له واحد الغلاف معين، واش ممكن يكون هنايا في هذا الفوتوشوب نيت؟ واشكرا. احنا غادي يعني نتسالوا يعني مع الاسئله. سجل السي حامد، سجل تنشوفوا الاسئله الاخرين. سجل المداخل صافي اوكي. اللي بغى يتكلم يهز، راه كاين واحد اليد تلقاها اللي بغى يتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم سي حميد. وعليكم السلام. السلام. شكرا. المعلومات. بالنسبة لك التسجيلات غنلقاهم في دي بي اس، راني في الجروب ديالنا. في هذا الجروب نيتا. شكرا سي حميد، شكرا. مرحبا. مرحبا. العفو.